نحكي اليوم عن الانفرتر. الانفرتر هو عكس الريكتيفاير، الانفرتر بحول من دي سي لاي سي. وين بحتاجه؟ وين ممكن يفيدني الانفرتر؟ في الرينيوبل، رينيوبل ريسورسز، اهم محل او اكثر محل بالبانلز، مش هيك؟ بالبي في بانلز. يعني هذا تطبيقه مهم جدا. بي في سيستمز، ما عندي بي في سيستمز، ما عندي بي في سيستم تعطيني اي سي. فانا عندي اذا البانلز البي في بانلز راح تعطيني دي سي، مش هيك؟ هيك باي ديفينيشن. انا ما بستطيع احط هذول على الشبكه الكهربائيه وانقلهم الا احولهم لاي سي، مظبوط؟ وحتى اشبك على الشبكه الكهربائيه ايش لازم يكون؟ ايش لازم الشروط اللي احققها حتى اقدر اخذ هذا الدي سي والب البي في بانل واحوله هون لاي سي؟ At the same phase. تمام، اذا هون same، اذا بدي اشبك على الجريد لازم يكون عندي same frequency same phase same voltage حتى اشبك هذا على الجريد. اذا شو بحتاج ما بين البانل والجريد؟ انفرتر. بدي انفرتر. اذا هون انفرتر هي عندي هذا حطينا الرمز، انا رسمته هون كبلاك بوكس بس فيه داخله تفاصيل اكثر، حولته هون لاي سي. تمام؟ اذا مهم جدا الدي سي تو اي سي كونفرتر، مهم جدا. ولولا الدي سي تو اي سي كونفرتر ما كنت بستطيع اولد طاقه كهربائيه من الهاي واشبك على الجريد، ممكن استهلكها لوكالي. هل تقدر تستعمل هاي وتستخدمها في بيتك في المزرعه عندك وانت مش مشبوك على الجريد؟ ممكن؟ ممكن اشحن فيها، ممكن مثلا استعملها كدي سي، اشحن فيها بطاريه اعمل فيها شيء، بس ما راح اقدر احولها لاي سي، ما راح اقدر اشغل عليها اجهزه اي سي. اذا هون لازم يكون عندي ديفايس باور الكترونيك ديفايس بتستعمل السويتشنج بتحول هذا الدي سي باور لاي سي باور. شو الموديل؟ ايش احسن موديل او الموديل البسيط اللي راح احطه لهذول البي في بانلز؟ الموديل الكهربائي، كيف ممكن امثل هذول البانلز كموديل؟ اعملهم ريبرزنتيشن از ريزيستر؟ لا مش ريزيستر، لا يعني هو في شيء اعقد من هيك بس شيء بسيط جدا. ايش هذا بتمثل؟ فولتج سورس. فولتج سورس دي سي ولا اي سي؟ دي سي. دي سي. اذا انا هذول البانلز ممكن امثلهم حطيت هذول ان سيريز. لما بحط فولتج سورسز ان سيريز شو بصير بالفولتج تبعهم؟ بيزيد بيزيد بيزيد. اذا بجمع على الفولتجز لما بحط هذول ان سيريز باخذ البوزيتيف تيرمينال لهذا بحطه مع النيجاتيف تيرمينال عمالي بجمع الفولتجز، مش هيك؟ فبجمع الفولتج هاد زائد الفولتج هاد ويطلع عندي فولتج جديد منهم. اذا هذول بيمثلوا البي في بانلز. وكنا نحط دايود، كنتوا تحطوا باي باس دايود، مش هيك؟ متذكرين؟ مين بتذكر كنت تحطوا باي باس دايود ان باراليل مع البانل على اساس البانل صار عليها شيدنج او شيء؟ مظبوط ولا ما اخذتوها هاي؟ هاي هذول بيمثلوا البي في بانلز. وهي هون اذا بدك حط الراديشن، ها الراديانس، عفوا الراديانس. ايش وحده الراديانس؟ من الشمس اوكي، هاي وحده الراديانس اوكي. ايش معناها؟ شو معنى هاي الوحده اللي هون؟ يعني كل واحد كل متر مربع عماله بنزل عليه كذا وات من من الطاقه الشمسيه. ها واتس بير، هذا ايش بنسميه؟ مش راديشن، مش راديشن، الراديانس اوكي. اتس نوت راديشن. راديشن بصير عندي شيء بالاكس راي او الاشعه او ذيس از نوت راديشن، هذا الراديانس اوكي. وفي جهاز خاص بقدر اقيس فيه الراديانس في مكان معين، بقدر اطلع مثلا في الشمس احط هذا الجهاز على الارض وشكله اسمه بيرانوميتر، والبيرانوميتر بقدر اقيس فيه كميه الراديانس اللي ساقطه على هاي المنطقه اوكي. 500 واط بير سكوير متر، 1000 واط بير سكوير متر ممكن يكون عندي في يوم مشمس، تمام؟ هاي بتمثل كمية القدرة اللي بتسقط على متر مربع من هاي المساحة. تذكر امبارح لما كنا نحكي عن البايوماس، مين حكى عن البايوماس امبارح؟ الآن هاد بدي آخذه هو دي سي، بدي أحوله لإي سي.
ايش الكومبوننت اللي رسمته الان؟ ترانزستور ومع ترانزستور. ايش نوع الترانزستور؟ اي نوع من الترانزستور؟ ممكن يكون موسفيت او بي جي بي. لا هذا مش موسفيت، هذا ديفيد اي جي بي تي. هذا اي جي بي تي انسوليتد جيت باي بولر ترانزستور. راح ارمز لهذا كيو 1 كيو 2 كيو 3 كيو 4. اذا بدك تطلع هذول التو تيرمينلز حتى يبين انه هذول هم اللي راح اعملهم كنترول. هذول الكنترول تيرمينلز. شو يعني كنترول تيرمينلز؟ بعمل عملية كنترول لل على هاي الديفايس. الديفايس لما كنا نحكي عن دايودز هون هل كانوا كنترولد ولا ان كنترولد الدايودز؟ ما في كنترول تيرمينال له، هو الدايود بالريكتيفاير بيشتغل وبيطفي بناء على الفورورد بايسنج ريفرس بايسنج. لكن هون انا عندي كنترول، كنترول تيرمينال، كنترول تيرمينال باور تيرمينال، فانا بقدر اتحكم في الباور تيرمينالز الاثنين هذول باستعمال كنترول تيرمينالز اللي موجودين هون اللي هم جيت ميتر كولكتر ايميتر كولكتر. بس هذول مشبوكين على دايود؟ في دايود انفرادل، في دايود خارجي معهم. هلا بنشوف ليش لازم يكون في دايود خارجي معهم. اوكي، في دايود خارجي ورمزنا للدايود بالرمز. فلما تختار بالسيميلينك بدك تختار اي جي بي تي في معاه انفرادل دايود عشان يسمح مرور الكرنت بالاتجاه هيك ويتحول لباي دايركشنال سويتش. باي دايركشنال سويتش هذا الاي جي بي تي حتى وهو كوندكتنج وانا بعمل له كوندكتنج وبطلب منه انه يشتغل، ان كان يعمل كوندكشن بهذا الاتجاه ما بيستطيع يعمل كوندكشن بهذا الاتجاه حتى وهو كوندكتنج، ما راح يمر الكرنت فيه بهذا الاتجاه. واضحه هاي النقطه؟ الاي جي بي تي ويل كوندكت ان ذس دايركشن لما يكون اون، لما يكون اوف ات ويل نوت كوندكت كانه اوبن سويتش. تذكرين السويتشينج وين ركزنا على كلمة السويتشينج واستعملناها أكثر من مرة؟ بشكل عام حكينا إيش السويتشينج، حكينا تعريف الباور إلكترونيكس. الباور إلكترونيك كونفرتر تستخدم مبدأ السويتشينج عشان تحول الباور من شكل إلى آخر. هون وين بستخدم السويتشينج؟ هون وهون هون وهون هون وهون 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 بستخدم السويتشينج. ماشي؟ on off هدول الديفايسز راح يصيروا on off عشان احول طاقة الكهربائية من شكل لاخر. شو الشكل اللي عم بحوله؟ من ايش لايش عم بحوله؟ من دي سي لايس. اذا هي تعريف الباور الكترونكس. احنا استخدمنا السويتشينج، هدول ما راح يكونوا بالاكتيف مود، ما راح يكونوا مثلا يعملوا امبليفيكيشن، هذا بيكون سويتش يا بيكون بالاوف ستيت يا بيكون بالاون ستيت، سواء الاي جي بي تي او سواء الدايودز اللي هون. نكمل الترقيم، عندي هذا راح اسميه دي 3، هذا راح اسميه دي 4، كيو 2 دي 2. هذا راح يكون عندي الان الاوتبوت، وهذا هون راح يكون الاوتبوت الاخر. الانبوت فالدي سي راح يدخل بين هذا التيرمينال وهذا التيرمينال. هلا بنشوف كيف راح يشتغل يعطيني. وعندي الاوتبوت راح تكون بين هذا التيرمينال وهذا التيرمينال، وهذا هون عندي اي سي، هذا هون عندي بي دي سي او بي سورس. عندنا اربع ديفايسز، اربع ديفايسز راح يعملوا سويتشينج. في البدايه راح اخذ هي عندي دي سي من هون، مجموع الدي سي هو عدد هذول مضروب في او الفولتج تبع كل واحد من هذول مضروب في عددهم، راح يعطيني دي سي فولتج بين النقطه هاي والنقطه هاي. خلينا نرمز للدي سي فولتج بين النقطتين هذول بي اس بين هاي النقطة وهاي النقطة بي اس. مين راح اشغل من هذول؟ هل انا اللي بقرر امتى اشغلهم؟ هل انا عندي الخيار اقرر امتى كيو 1 بيشتغل، امتى كيو 2، امتى كيو 3، وامتى كيو 4 بيشتغلوا؟ اكيد لانه كنترول، لانه كنترول. وين التيرمينز راح اعملهم كنترول؟ وين التيرمينز اللي انا راح اروح عليهم حتى اعمل فيهم كنترول؟ هاي هذول الاثنين، هذول الاثنين هذول كنترول تيرمينالز. كنترول تيرمينالز جيت ايميتر جيت هذول التيرمينالز الاربعه هم اللي راح يحددوا هذا راح يكون بالكوندكتنج ستيت او
blocking state, conducting state أو blocking state. خلينا نطلع الحالات الممكنة. هل ممكن أشغل Q1 و Q2 مع بعض؟ هل ممكن أعمل conduction ل Q1 و Q2؟ إيش تصير إذا عملت conduction ل Q1 و Q2؟ خليتهم on both. هاي DC عندي هون، مش هيك؟ عندي DC بين هون وهون. إيش راح يصير؟ راح يمر الكرنت هون. راح يمر الكرنت هون. يرجع هيك. هل هذا مقبول؟ لا، ليش؟ ما استفدنا، هذا شورت سيركت. شورت سيركت. هذا السويتش كان مسكر. هذا السويتش كانه مسكر، كان جبت سلك وحطيته على اطراف الباتري، ها؟ ايش راح يصير عندي؟ شورت سيركت. اذا هاي ديس الاود ستيت، هذول بنسميهم ديس الاود ستيتس. ديس الاود ستيتس اللي هم Q1 and Q2 both conducting. هاي ديس الاود ستيت، لانها بتؤدي لايش؟ شورت سيركت. تمام؟ هاي ديس الاود ستيت. شو الديس الاود ستيت الثاني اللي ما لازم اعملها؟ يكون دي 3 ودي 4. خلينا ناخذ دي 3 ودي 4. اذا ديس الاود ستيت Q3 and Q4 conducting نفس الشيء راح يؤدي لشورت سيركت. هذول تو ديس الاود ستيتس. شو ستيتس الالاود؟ What are allowed states? ايش الستيت اللي بدنا اياها؟ Q1 و Q3. Q1 و Q3. خلينا نشوف شو بصير اذا Q1 و Q3. اذا حطيت هيك راح يجي على الاوتبوت هون هيك بلس او على بلس هون. خليني هاي اغيرها. شغلت Q1 راح يطلع عندي البوزيتيف هون، مظبوط؟ إذا شغلت Q3 راح يطلع هذا البوزيتيف عندي هون، هل بستفيد؟ حطيت نفس البوزيتيف هون والبوزيتيف هون. يعني هذا الطرف أخذته وطلعته هون ونفس الطرف طلعته هون، لما بتطلع قديش الفولتج ديفرنس بين هذول الاثنين؟ صفر. زيرو. ما استفدنا من Q1 وQ3 مش هيك؟ بس ما صار شورت سيركت. يعني هاي ستيت ما بستفيد منها، Q1 وQ3 ما بستفيد منها. ونفس الشيء لو شغلت Q2 وQ4 شو بصير؟ لو شغلت Q2 بيجي النيجاتيف تبع البطارية بيطلع هون، والنيجاتيف تبع البطارية بيطلع هون، فبيطلع عندي النيجاتيف هون والنيجاتيف هون، ما بستفيد، فيش فرق بالجهد بينهم، مضبوط؟ ايش لازم اعمل حتى اطلع فولتج؟ 1 و 4. 1 و 4 ممتاز، إذا شغلت 1 و 4 بيطلع عندي البوزيتيف بيطلع هون. وفور النيجاتيف بيطلع هون. فلو انا عمالي براقب التيرمينلز هذول ايش راح يطلع عليهم؟ قديش راح يكون عليهم بهاي اللحظه؟ فولتج في اس. اوكي؟ هي allowed state، useful state. ايش كمان الستيت الثاني؟ 2 و 3. 2 و 3 ممتاز. 2 و 3 اذا باجي لما بشغل 2 النيجاتيف، لاحظوا النيجاتيف وين طلع هلا؟ فوق. وشغلت 3 البوزيتيف وين راح؟ شو طلع عندي على الاوتبوت؟ ماينس بي اس. اذا هدول يوسفول ستيتس، خلينا نكتبهم. هدول ديس الاود. ايش يعني ديس الاود؟ ممنوع. لا ممنوع. اوكي؟ ديس الاود يعني ممنوع اني اعمل هدول، لانه هدول راح يأدوا لشورت سيركت، راح يخربوا السيستم هذا ويمكن يحرقوا الدايودز اللي هون، بمر فيهم كرنت عالي جدا. هلا يوسفول ستيتس. Q1 and Q4 conducting V out of T يساوي plus Vs. على فرض انه هذه Vs، خلينا نسميها Vs ولا نسميها VDC؟ نسميها VDC. فالاوتبوت راح يطلع عندي، فالفولتج اللي متولد من هدول البانلز راح يطلع عندي على الاوتبوت هون بلس. الحاله الثانيه
and Q3 conducting, وهذا راح يؤدي إلى V out of T يساوي minus VDC. شو صار عندي؟ plus VDC و minus VDC. شو الفكرة هذا اللي هون اللي بدي أعملها؟ أي واضح بدأ يتشكل عندي إشي مفيد مظبوط؟ إشي plus و minus plus و minus. شو بصير أعمل الآن؟ نعكس. لا فترة قديش؟ لفترة قديش بشغل هاي ولفترة قديش بشغل هاي؟ مين اللي بحدد؟ حسب الفريكونسي. حسب الفريكونسي ممتاز. إذا أنا حسب الفريكونسي اللي بدي إياها الأوتبوت، شو الفريكونسي اللي أنا بدي إياها من هون؟ شو اللي بحددها؟ نفس الشبكة. الشبكة ممتاز. إذا الشبكة كانت مثلا إكزامبل كانت 50 هرتز، ال 50 هرتز هي راح تحدد لي قديش الزمن، مش هيك؟ ال 50 هرتز قديش البيريود تبعتها؟ 1 على 50 مش هيك؟ قديش 1 على 50؟ 20 ملي سكند. تي بتساوي 20 ملي سكند. هاي النقطة المهمة. نص البيريود قديش؟ 10 ملي سكند. 10 ملي سكند. إذا الآن حتى بدنا نستفيد من هذه الحالتين هذول يوسفول ستيتس، شو بنعمل؟ نيجي هون هاي الزمن هاي تي، هاي راح أقسم هذول 10 ملي سكند، هاي 20 ملي سكند، 30 40. شو بعمل الآن خلال أول 10 ملي سكند؟ مين بشغل؟ بشغل 1 و4. عندي هون Q1 Q4. بالتن ملي سكند الثاني طبعا بطلع عندي الأوتبوت بلس VDC، يعني هذا هون V out of T أو V out omega T. تطلع سكوير ويف؟ تطلع سكوير ويف 100%. ما طلع عندي ساينوس ويف مزبوط. شو شكل الويف فورم اللي طلعت عندي؟ سكوير ويف. هون ايش عندي؟ Q2 Q1 Q4 إلى آخر. أوكي؟ هاي هيك. بس في تقدم مش هيك؟ هل هذه AC؟ الأريا هاي مساوية للأريا هاي؟ ها هاي بدايات، بدايات AC. أنا بالعالم المثالي شو كنت بدي إياها شكل هاي؟ ساينوسويدا. بس هاي البداية، في طرق هلا حتى أحسن هذا وأطلع بشيء أفضل، حنشوفه بآخر الفصل لما نوصل آخر الفصل ونشغل السيميلينج، رح أشوف كيف بقدر هاي أغيرها أو أشغلها بالسويتشينج. مش التزمنا بالسويتشينج هون؟ كيف التزمنا بالسويتشينج؟ هذا Q1 ايش الحالات اللي سمحت له فيها يكون؟ يا اما فولي اون يا اما فولي اوف، مش هيك؟ مش هذا سويتشينج؟ وهذا تعريف الباور الكترونكس. ف Q1 و Q4 اعطتني بلس VDC على الاوتبوت. فالاوتبوت لما بتطلع الان هون على هذا التيرمينال راح اشوف السكوير ويف، السكوير ويف عم تعطيني بلس ماينس بلس ماينس، قديش الفريكونسي تبعتها؟ 50 هرتز. اعطتني 50 هرتز.